كابتن مودي يعني نطمن عليك كابتن هيثم السعيد يعني مكملين لقاءاتنا ومعانا كابتن مودي الجارح نضمننا نطمن عليه وعلى الاصابه الاول يعني طمنا عليك قبل كابتن الاول الاصابه اخبارها ايه واعتقد يعني ما كملتش دقيقه في الملعب اعتقد الاصابه اتجددت تاني انا من ماتش الزمالك انا عندي مزه في السمانه بس ده مش ده المهم دلوقتي انا بالنسبه لي الفرقه اهم انا اول حاجه عايز اشكر لعيبه النادي الاهلي لعيبه رجاله كلها كل اللي لعبوا في الملعب النهارده لعيبه رجاله الناس عملت اللي عليها ضغوطات غير طبيعيه الناس انا بس انا يعني مش عايز اكلم اللي جواه بس انا هحاول اطلع بس حاجات منها دلوقتي احنا ناس نايمين الساعه 4 الفجر امبارح عشان بنعمل مساحات صاحيين مبلغين الساعه 6 ان احنا احتمال نلعب وشويه يقول لك الاربعه الاسامي التانيين خالص بعد كده ده في خمسه تانيين بعد كده في ثلاثه تانيين قعدنا في الحوار ده كله اقسم بالله في ناس ما كانت لغايه الساعه 6 ونص عشان بنعزل ده طب نازل ده طب نازل ده ده مش فير بلاي خالص احنا عامه لو خسرنا فير بلاي عادي جدا بنخسر اوقات كتير ولا بنتكلم بس الموضوع كده كتير الناس مركزه مع النادي الاهلي زياده عاملين الحمد لله نجيب صفقات جامده عشان نعمل فرقه تليق باسم النادي الاهلي وكل الناس بصلنا الناس بتحاول تهدي النادي الاهلي في كره السله الناس شايفه النادي الاهلي الحمد لله باذن الله الفتره الجايه هيسيطر على كل البطولات في مصر الناس بتحاول تجيبنا ورا انا بطلب ان يبقى في فير بلاي احنا مش عندناش مشكله الرياضه مكسب وخساره بس اللي بيحصل فينا ده كتير احنا تحملنا فوق طاقتنا وكمان الجمهور الاهلي الناس دي بتحب الباسكت جدا 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 زي الكوره بالظبط فاحنا خسارتنا النهارده دي هي هم عارفين ان احنا رجاله بس احنا كان نفسنا نكسب عشان خاطرهم فهم مع احترامي هو ده مصير النادي الاهلي في الاول وفي الاخر هو بيحاول يوقعك في اي حاجه هو احنا بنحاول يبقى هو النادي الاهلي رقم واحد في كل حاجه فالناس على قد ما بتقدر لو حاول تلاقي حاجه تدوس على النادي الاهلي بيحاولوا يدوس على النادي الاهلي كده كتير انا كل بس ده طلبي ان احنا لسه عندنا فرصه ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله باذن الله كمان هنكسب بطوله الدوري المرتبط وان شاء الله ربنا عارف احنا اتظلمنا وان احنا ان شاء الله هناخد حقنا باذن الله في الفتره الجايه باذن الله. كابتن مودي اللي كنت عايز اتكلم فيه يعني انتوا لميتوا بعض بعد المباراه واعتقد ده دوركم ككباتن للفرقه انكم تلموا زمايلكم واعتقد النهارده حتى لولا بس ان كان في نقص عددي كمان يعني بنتكلم في السكواد ال 12 لعيب اللي في القايمه لو كان بس ما فيش اصابات اعتقد كنا كمان قادرين النهارده على تحقيق الفوز. طبعا احنا لغايه الكوارتر الثالث ولا اول الرابع لحد ما حصل الحته التحكيميه بقى تكنيكال فاول في تكنيكال فاول في اتند فاول اربع شوطات واستحواذ الكوتش اتطرد حصل في الفرقه طبعا الفرقه اللي احنا اصلا جايين الماتش وحاطين قلبنا ان احنا عددنا قليل احنا عايز اقول لك ان احنا متسجل في ال 12 اربعه تحت 2 18 و 22 ما عندهمش اي خبرات وفي الباقي 8 انا عندي مزق كبير ومهيب اصلا عن مصاب والجمال مصاب يعني انت كده بتتكلم في سبعه لعيبه من 12 ما ينفعش لو بلغنا بدري كنا جبنا لعيبه صغيرين تانيين كل حاجه ضدك وتعمل المستوى ده وكنت هتكسب وده لو اخطاء معينه حصلت في الجيم كنت انت هتكسب انا شايف ان الجمهور الاهلي يعني عارف ان احنا قد ايه تعبنا النهارده كنا رجاله وان شاء الله باذن الله الفتره الجايه اخير باذن الله. شكرا كابتن ودايما مستنيين منكم الاكثر والاحسن ان شاء الله دايما النادي الاهلي وتقدروا تعوضوا ان شاء الله في المباراه الجايه. ان شاء الله باذن الله.